عندي البكالوريا الاجازه الماستر او ديبلوم او حتى الدكتوراه يمكن لي ندخل لسلك الشرطه وعندي مجموعه ديال الاسئله اليوم غادي نجاوبوا عليها في المركز ديال التكوين والتوظيف غادي نطرحوا مجموعه ديال الاسئله اللي كتدور في الذهن ديالك وغادي نلقاو لها الاجابه ان شاء الله واي شاب كيحلم انه يدخل لسلك الشرطه يتبع هذا الفيديو هذا باش يسمع مزيان لي زيطاب اللي تيمر منهم اي شاب باش يقدر يولج ويكون شرطي المستقبل كيف ما قلت في المقدمه سي جمال بغينا نعرفوا انا من بعد البكالوريا ديالي بغيت نسلك الشرطه شنو هما المراحل اللي نقدر نمر منها شنو يمكن لي ندير وشنو هما الشروط اللي خصها تكون فيا باش نقدر نكون شرطي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عميد الشرطه جمال بولايلي رئيس مصلحه المباريات بالنيابه بالنسبه للتوظيف في درجات الامن الوطني دونك بالنسبه لنا عندنا 6 ديال مباريات التوظيف فتبدا بدرجات عمداء الشرطه درجات حراس الامن الى درجات عمداء الشرطه الممتازين بالنسبه لجميع الدرجات كما تنشوفوا عندنا مجموعه ديال الشروط التي يجب توفرها في المترشح لولوج احدى هذه المباريات اولا عندنا الشروط العامه اللي هي مستبده من النظام الاساسي للوظيفه العموميه وتتعلق الامر ان المترشح سيكون تتمتع بالجنسيه المغربيه يكون تتمتع بالحقوق الوطنيه ودم المرؤه وتتوفر به كذلك شروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة من بعد هذه الشروط العامة كاين شروط الخاصة اللي هي مستقاة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني هذه الشروط هذه عندنا شرط ديال السن فبالنسبة للسن عندنا من 21 سنة حتى 30 سنة هذه بالنسبة للترشح من المباريات من حراس الأمن حتى ضباط الشرطة وبالنسبة لعمداء الشرطة عندنا من 21 حتى 30 سنة ابتداء من تاريخ المباراة بالنسبة هضرنا دابا على الشرط ديال السن من بعد كاين الشرط ديال القامة دونك بالنسبة للذكور عندنا مترو و70 بالنسبة درجات مترو 70 ولا مترو 73 ولا مترو 76 كل مرة يعني واش تم واش تنقصات في المتراج ولا باقا هي داكور دونك بالنسبه لمترو 70 بالنسبه للمترشحين الذكور المباريات مفتشي الشرطه حتى عميد الشرطه ومترو 73 بالنسبه لحراس الامن اما بالنسبه للاناث فالامر يتعلق ان المترشحه خصها تكون عندها اقل على الاقل مترو 67 من بعد الشرط ديال القامه جمال هنا كنقولوا يعني راه واضحه تما بدون انتعال احذيه يعني بلا ما يكون لابس احذيه يعني اللي قبل يعبر نفسه بلا احذيه بلا بلا بلا, بلا ما يكون لابس شي حاجه عادي يمكن ليه يقول انا شحال فيا بالضبط واش تتميز في الشروط ولا لا كمل دونك بالنسبه من الشرط ديال القامه تنهضروا على ان المترشح تيخدعوا الفحص الطبي تشرف عليه لجنه طبيه مختصه تنشا لدى المديريه العامه للامن الوطني هذا الفحص الطبي هذا تيثبت القدره ديال المترشح البدنيه والنفسيه على القيام بالمهام التي ستناط بهم كما ان ملفات الترشيح تتخضع حسب الحاجه لملفات الترشيح لعمليه انتقاء اولي ولا يستدعى لاجتياز هذه المباراه الا المترشحين الذين استوفوا هاد الشروط ديال الانتقاء دونك بالنسبه هضرنا على الشرط ديال السن وديال القامه والشروط الاخرى دابا غادي ندوزو الشرط ديال الدبلوم بالنسبه للدبلوم اقل دبلوم لولوج اسلاك ديال الشرطه هو الدبلوم ديال البكالوريا بالنسبه لدرجه ديال حراس الامن دونك بالنسبه لحراس الامن عندنا البكالوريا بالنسبه لمفتشي الشرطه يجب في المترشح الاستيفاء على الاقل فصلين من الفصول ديال الدراسات الجامعيه العامه او الدراسات الجامعيه المهنيه تنقولوا شرطين فقط يعني عندنا الفصل الاول والثاني والثالث والرابع ناخذوا فصلين من هاد الفصول من واحد حتى اربعه يعني ديبلوم ديال التكوين المهني او عندك كما كنقولوا حنايا الدبله لا دابا حنا تنهضروا على المباراه ديال مفتشي الشرطه مفتشي الشرطه تنهضروا على الدبلوم ديال الدوب ولا ديال الدوب دونك يا اما كما تشوفوا يا اما فصلين بنجاح على الاقل من الدراسه الجامعيه العامه او الدراسه الجامعيه المهنيه دونك اما العامه لا ماشي لو في بي بي تي يعني هذه الدراسات جامعيه تنهضروا على الجامعه تنهضروا على الكليه دونك هذا بالنسبه لمفتشي الشرطه بالنسبه لضباط الشرطه وضباط الامن خاص المترشح يكون عنده دبلوم ديال الدراسات الجامعيه العامه او دبلوم ديال الدراسات الجامعيه المهنيه كما بالنسبه لهذه المباراتين هذه ممكن
تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم ديال العالي دبلوم التقني العالي او لا دبلوم التقني المتخصص المسلف المسلم من احدى المؤسسات ديال التكوين المهني. دونك في هاد الشقين هذا ديال الدبلومات التقنيه هنايا تنفتحوا المجال ان المجال الحاصلين على الدبلومات اللي عندها في المجال التقني والمجال الطبي الى اخره. دونك بالنسبه لعمداء الشرطه هنا تنهضروا على ان المترشح خص توفر فيه يكون حاصل على شهاده الاجازه او الاجازه في الدراسات الاساسيه او الاجازات المهنيه المسلمه من طرف كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه او ما يعادلها. دونك هنا بالنسبه لعمداء الشرطه كاين واحد الخصوصيه واحد المستجد اللي جابوا النظام الاساسي ديال 2019 اللي هو فتح المجال التوظيف في درجه عميد شرطه ممتاز بالنسبه للمترشحين الحاصلين على المهندسين ديال الدوله المهندسين المعماريين او الحاصلين على الدكتوراه في الطب الطب العام والتخصصات طب الاسنان البياطره كذلك بالنسبه للمهندسين المعماريين بالنسبه للدبلوم ديال الهندسه وكذلك بالنسبه للمترشحين الحاصلين على الدكتوراه في علم الاحياء علم الفيزياء ولا علم الكيمياء. دونك هذا كان مستجد تخول مستجد في اطار النظره ديال المديريه العامه للامن الوطني انها تتوظف في مجموعه من المجالات الطبيه والمجالات ديال التقنيه. كيفاش يمكن لي دابا انا من بعد هذا الاجتياز هذا كنشوف ان التسجيل عبر البوابه كاين شي بوابه الكترونيه خاصه بهذا طبعا هذا مستجد في اطار انفتاح المديريه العامه للامن الوطني على التكنولوجيا الحديثه. دونك بالنسبه للتسجيل فالمترشح اللي تيرغب في ولوج تيرغب في اجتياز احدى المباريات فراه ملزم انه يسجل عبر البوابه الالكترونيه. هذه البوابه الالكترونيه بالنسبه للمترشح تيقوم بادخال مجموعه ديال المعطيات تتعلق بالمباراه المراد اجتيازها وكذلك مجموعه من المعطيات تتعلق بمعطيات شخصيه معطيات ديال الدبلوم دبلومات اضافه الى الدبلوم ديال الولوج الى 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 المباراه دبلومات اضافيه اللغة الرياضي اللغه مجموعه ديال الدبلومات اضافيه كذلك. دونك من بعد ما تيقوم بالتسجيل عبر طريق البوابه الالكترونيه فهو تيتوجه الى المصالح الاداريه المختصه من اجل ايداع ملف الترشح ديالو وكذلك استكمال باقي المراحل ديال الترشيح. هذه المساله مهمه هو خلال البوابه الالكترونيه فالمترشح تيقوم بادخال الرقم ديال الهاتف ديالو. دوك هنا تنوجه هذا المعلومه بالنسبه للهاتف فالمترشح خصو يقوم بادخال هاتف صحيح حيت هذا الهاتف عبره سيتم ارسال اليه رساله نصيه تخبره بالتوجه الى البوابه الالكترونيه من اجل طباعه استدعاء من اجل اجتياز اختبارات الكتابيه. دونك من بعد ما تجتاز اختبارات الكتابيه بنجاح المترشح يتم استدعائه من اجل اختبارات الشفويه واختبار الرياضه وكذلك الفحص الطبي والنفسي. من بعد ما تنجح في هذه المراحل هادو واحد المساله مهمه اللي خصنا نركزوا عليها هي المساله ان بالنسبه للتوظيف في صفوف الامن الوطني فراه مبنيه على الكفاءه واستحقاق الشفافيه وتكافؤ الفرص وكما ان الغش في الامتحانات يرتب عنه الاقصاء وكذلك المتابعه القضائيه. اللي جينا خصنا نردوا من البال هذا الشيء ماشي جديد في المديريه ولا جديد؟ لا هادو مبادئ ثابته ديال المديريه العامه للامن الوطني مبادئ ديال الاستحقاق والشفافيه والضرب بيد من حديد على المترشحين اللي تيقوموا بالغش في الامتحانات في اختبارات في الامتحانات ديال الوظيفه. يعاود يدفع لسلك الشرطه الى كتم الكشف على الغش ديالو. طبعا بالنسبه الى تم الغش تم التاكد من الضبط ديالو في الغش ديالو. دونك راه كاينه جوج ديال كاين مسطرتين كاينه المسطره بعدا خصنا نعرفوا ان كاينه مسطره قضائيه متابعه قضائيه حيت المساله ديال الغش راها جنحه يعاقب عليها القانون كاين ظاهر ديال زجر الغش في في في, في الامتحانات العموميه وكذلك الاقصاء ديالو التلقائي من المباراه. مساله اخرى اللي خصنا نركزوا عليها هي الوساطه الوهميه فالتوظيف في صفوف الامن الوطني الاساس ديالو استحقاق الكفاءه والشفافيه وتكافؤ الفرص. بالنسبه للوساطه راه هذه راه جريمه تعاقب عليها القانون
خاصنا نتجندوا جميعا من اجل المحاربه ديال هاد الظاهره. الظاهره ديال ان كما كنقولوا يعني الوساطه ديال انا غادي ندخل لك البوليس انا نعطيك هاد الشيء اصبح مستحيل، وهادشي ما كاينش كما كيتقال في المدينه العامه، واللي تم الضبط ديالو راه كاينه المتابعه القضائيه كيف ما كاينه في الوساطه الوهميه، راه كاينه حتى في الغش في الامتحان. هنا تجاوزت هادشي كامل فين يمكن لي نمشي. دونك ملي تنجاز جميع المباريات بنجاح خصنا نركزوا على واحد المساله مهمه هو عدد المناصب الماليه المتاحه. دونك بالنسبه لعدد المترشحين تيكون كبير مقارنه بالمناصب الماليه المتاحه. دونك هنا تيبقى المعيار الوحيد هو المعيار ديال الاستحقاق اللي تيستمد من النقط ومن المستوى ديال اجتياز جميع الاختبارات. دونك ملي المترشح تيكون داخل يعني في الاستحقاق ديالو في العدد ديال المناصب الماليه المعلن عليها يتم استدعائه بالتدريب الاساسي للالتحاق بالتدريب الاساسي لمعهد الملكي للشرطه او احدى المدارس التابعه له. لاختك سي جمال غادي وذلك بعد طبعا بعد استيفاء الشروط والتاكد من الوثائق التي تكون الملف ديالو. بعد هادشي هذا كامل غادي يتصلوا بيا باش نمشي لمركز التكوين اللي غادي يكون فيه التكوين ديالي للمده ديالو ويعطيه لنا الاستاذ اخر. شكرا استاذ سي جمال، غادي توجه بشكل مباشر لمركز ديال التكوين. السلام عليكم سي نجيب صباح لاباس عليك. جميع الشروط ديال انني ندوز من المباراه تجاوزتها من الامتحان من الاختبارات الشفويه والطبيه، واليوم انا وصلت لمركز ديال التكوين انا كشرطي مبتدئ في السلك ديال الشرطه. شنو هما اول حاجه ملي حطيت عندك رجلي في التكوين، شنو من كندوز شنو خص السلوكيات تكون عندي باش نقدر نتجاوز الامتحان بسلام؟ مرحبا بكم اولا بقناتكم ومتابعيها في هذه النسخه الخامسه للابواب المفتوحه، باعتبار انه الابواب المفتوحه هي العين اللي كيطل بها المواطن على مؤسسته الامنيه. انا كما قال الزميل واعتقد انه خدا يعني شروحات حول اختيار الطاقات البشريه لشغل المناصب الامنيه على اساس الاستحقاق والكفاءه، كتجي منظومه ديال التكوين لبناء هذه الكفاءه اللي تم اختيارها سابقا، لان هنا سيروره متكامله. دونك لبناء هذه الكفاءات المهنيه وغرس فيها قيم ديال انتماء الجهاز الامني، فضلا عن اعدادها بدنيا مهنيا وتقنيا في شتى المجالات. الاعتقاد ان هذه المنظومه التكوين هي الدعامه الاساسيه لارتقاء الشرطي من مجرد موظف يعني مكلف بحفظ الامن الى متدخل اساسي في قادر على مواجهه التحديات والتهديدات الارهابيه والاجراميه، كذلك الى فاعل مجتمعي يساهم في التنميه المستدامه باعتباره انه ينتج واحد جزء الامن اللي هو جزء من راس المال اللامادي، ثم شريك اساسي في يعني الحفاظ على المكتسبات الحقوقيه اللي كيتمتع بها المواطنين كانوا مغاربه او اجانب. هنا المنظومه ديال التكوين اول حاله اول يعني من كينجح يعني الشخص وكيدخل المدارس ديال المعهد الملكي او المدارس يعني التابعه له كيخضع لتدريب ما نسميه التدريب الاساسي. التدريب الاساسي فيه ثلاث ديال المحاور. المحور الاول هو بناء الكفاءات المهنيه يعني ذات البعد القانوني والمهني، ثم المرحلة الثانية تأتي هي ذاك محاكاة الواقع المهني عبر مبدأ ديال التناوب، حيث أنه الشرطي من أجل يعني تحقيق ذاك التناغم وذاك التوازن ما بين ما هو نظري وما هو تطبيقي كيخرج المصالح اللامركزة من أجل استكمال التدريب، ثم عاوتاني يعود إلى المعاهد ديال التكوين. المرحلة الثالثة سمح نكمل لك المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي بعد التخرج ديال الشرطي كيتسمى نظام المصاحبة أو الموتورة، من أجل يعني تسهيل اندماج الشرطي في محيطه المهني. يعني الشرطي دائما في تكوين مستمر، يعني منذ دخول ديالو الشرطة حتى الخروج ديالو تيبقى دائما التكوينات المستمرة. أكيد لأنه هذه المرحلة الثانية اللي كنت غادي ندوي عليها هي المرحلة ديال التكوين المستمر والمتخصص. هنا من أجل تجويد يعني الكفاءات وتجويد يعني الخدمات الأمنية المقدمة كان لابد من إخضاع الشرطي لعدة تكوينات في إطار تكوين مستمر. هناك نهضروا على الشراكات اللي كتعقدها المديرية العامة للأمن الوطني مع بعض المؤسسات كانت وطنية أو دولية.
كيف السؤال كيطرحوا مجموعه ديال الشباب كيقول لك انا مثلا بغيت ندخل سلك الشرطه، بغيت نمشي للشرطه القضائيه، بغيت نمشي للشرطه العلميه، بغيت نمشي هاد طريقه الاقتناء، انتم اللي كديروا يعني كيفاش كتكون وشنو هما المعايير اللي كتكون كتميز في الانسان باش يتم الاختيار ديالو مثلا الحراسات الشخصيه ولا دونك هنايا في اطار يعني العمليه ديال التكوين هناك كيبان هناك الكفاءات يعني الكفاءات والميول. هنا مثلا بعض الاشخاص ولا بعض المتدربين عنده ميول شرطه قضائيه ومتمكن من النصوص القانونيه وهذا، وبالتالي يعني اختيار شرطه قضائيه مكسب المديريه العامه ومكسب الشرطي بنفسه. كذلك كاين تخصصات اخرى كالاستعلامات العامه او مسرح الجريمه، هذا على حسب الميول وعلى حسب الاجتهاد ديال المتدرب في ديك التخصص. ولكن كاين بعض الاشياء اللي كيولي محتم علينا الدبلوم او مثلا الشرطه العلميه، يعني خص شروط اكاديميه وقيل الولوج الى الشرطه العلميه هذيك على حسب يعني تخصصات، لانه المديريه العامه كتوفر يعني ديبوز بيجيتي على حسب لي بيزوان اللي عندها، وحاليا راه منفسحه على التخصصات اللي كتكون في حاجه اليها، وبالتالي بطبيعه الحال استغلال هذاك المتدرب او ذاك الشرطي في التخصص ديالو اللي ممكن يعطي به الاضافه. انا بالنسبه لي دخلت مثلا لمركز التكوين ديال الشرطه، واش انا كنتعتبر ديك الساعه من ذاك اليوم انا شرطي؟ اكيد يعني مجرد ما يتم المناداه اللي اما المعهد الملكي او المدارس التابعه الجهويه التابعه له، فاوتوماتيكمون انت شرطي في مرحله التدريب وصقل المواهب ثم التخرج لاحقا ان شاء الله. ان شاء الله شكرا بزاف. هو لابد من الاشاره بانه منظومه ديال التكوين انه ما كملناش، كاين التكوين قلنا هضرنا على التكوين الاساسي ثم المستمر، وهضرنا وما نسينا التكوين في اطار التعاون الدولي، يعني التكوين المنفتح على محيطه الاكاديمي والمؤسساتي وطنيا ودوليا، لانه اصبح المتدرب يشارك في المناظرات واللقاءات المهنيه اللي داخله في اطار يعني التكوين المستمر. كذلك الشرطي اصبح يستفيد مركز تكوين اللغات الاجنبيه وادراج اللغات الاجنبيه في التكوين الاساسي، ثم يعني انخراط يعني عصرنه وتحديث طرق البيداغوجيه والوسائل التقنيه، حيث اصبح الان ممكن اننا التكوين عن بعد بطريقه انه يسمح بنقل المعارف والمهارات على جميع يعني المدارس الجهويه في ان واحد عبر التطبيق ديال التناظر المرئي. سي نجيب بغيت نعرف غير المراكز ديال التكوين التابعه لمعهد الشرطه اليوم ولينا كنعرفوا كاين مستجدات جديده، يعني بناء مراكز جديده وحتى مراكز طور اكيد هنا هذه في اطار يعني تجويد عمليه ديال التكوين بصفه عامه. المديريه العامه صرعت في الاستثمار في البنيه التحتيه وانشاء وبناء عده مدارس جهويه ترسيخا لذاك المبدا ديال الجهويه الموسعه، وطبيعه الحال من اجل جوده ديال منظومه التكوين. هنايا بالاصفر هنايا هناك مدارس اللي يعني في القريب العاجل غادي تفتح الابواب ديالها لاستقبال المتدربين اللي هي باللون الاصفر، وباللون الازرق هنايا مدارس اللي ديجا يعني كتستقبل يعني النساء ورجال الامن الوطني. يعني عندنا مدارس تكوين في طنجه، فاس، حتى ابيق نادي يعني ساله دار بيضاء ومراكش قريش عيون كاينه، وكذلك المركز العالي تكون الشرطي بمدينه افران هو راه يعني في النهايه ديالو قريبا ان شاء الله يفتح الابواب، وهذا دائما داخل في اطار يعني الاستثمار، حتى الا كنا نستثمروا في العنصر البشري ويعني تاهيل الموريد البشري للمديريه العامه لسلبيات الطلبات ومواكبه تطورات التكنولوجيا الحديثه. المديريه العامه تستثمر ايضا في البنيه التحتيه ووسائط تقنيه جديده، واخيرا وفرت المديريه العامه واحد الجهاز لمحاكاه الرمايه اللي غادي تشكل اضافه نوعيه للعمليه ديال التكوين، حيث سوف يستفيد منها نساء ورجال الامن لصقل مهاراتهم في ميدان الرمايه الاسلحه. شكرا بزاف. بارك فيك. انا عميد الاقليمي نجيب اموحو استاذ بالمعهد الملكي للشرطه.
الله عليك استاذ نجيب. اي شاب عنده طموحات انه يسلك سلك الشرطه كانت الامور واضحه والشروحات كانت باينه، يعني المساله ديال الزبونيه والمحسوبيه والوساطه في التوظيف راه شفنا العقوبه ديالها، وحتى من الغش في الامتحان شفنا الامور ديالو، المراحل ديال التوظيف شفناها وكيفاش يمكن لك تمر منها، وحتى المراحل ديال التكوين راه سمعناها وكيفاش كتكون. غادي نضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في حلقه اخرى مع ريوانك اخر اللي غادي نفهموا فيه اشياء اخرى.